يا من يروم من الرحمن غفرانا ويرتجي من إله الكون إيمانا، إن رمت جنة خلد طاب مسكنها عليك بالبر أشكالا وألوانا. أحسن إلى الأم بادر في حوائجها، الأم باب إلى الجنات ريانا، أطع أباك وصل خيرا قرابته، بذا تحقق قول الله إحسانا، بذا تحقق قول الله إحسانا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مرحبا بكم مع برنامجكم إحسانا. إن تقبيل الوالدين فن لا يجيده إلا البررة. قد يقول قائل تقبيل فن؟ نعم، فإن بعض الوالدين نسلم عليهم عادة ونقبل أيديهم عادة. الأصل أن القبلة على جبين الأب والأم وعلى يد الأب والأم، كل ذلك عبادة، والمتعبد لله بتقبيل رأس الأب والأم وما بين عينيهما وأيديهما، بل تقبل القدم عند المراضاة لهما إذا غضبا، هذا التلطف يشعر به الأب والأم. اللي دائما يأتي فقط ينطلق فيقبل، يقبل عادة لأنها والده ولأنها أمه، فإن بعضهم يكون مقطب الوجه، بل والأب يكون مقطب الوجه، كيف حالك؟ تأتي جافة، وهذا يسأل عن أبيه، بل بعض الأبناء يقبل ما يسأل عن الحال، يأتي فقط يطبع قبلة يمشي مباشرة يمد قدمه أحيانا في وجه أبيه يا أمه، أو يكون وجهه عبوسا. القبلة فن يشعر بها الآباء والأمهات، فيها تلاطف وملاطفة ومحبة ورحمة وخفض جناح ذل ونظر بالعين. العين يجب أيها الأحبة، يجب أن العين يكون فيها رحمة، والفم فيه ابتسامة، واللسان ينطق بالرحمة، وتقبل وتتراجع، ويشعر الأب والأم أنك رأيت الجنة بين يديك فابتهجت برؤيتها. ولذلك بعض الأبناء تبارك الله إذا لاطف والده بالسلام، بشرني عنك أميمتي أبيي لبيه جعلني الله فداكم، ثم يعود عساكم بصحة، ما أخبار الرأس الركبة الظهر، ما كانوا يشتكون منه، الله يطول في أعماركم على الطاعة ويرزقني بركم، والله يجعلني يا رب العالمين مرضيكم، يبدأ يتلذذ بالتبسط بالحديث. ولذلك كان من السلف من كان إذا تأخر في البيت عند أمه إذا سئل وهو خارج ما الذي أخرك عنا؟ قال كنت أتمرغ في رياض الجنة، أمه غضبا فأقسم ألا يخرج حتى يراضيها. أحبابي، اليد والابتسامة والسؤال عن الحال والتلطف فن، وبعض الآباء كأنه يشعر بأن بعض أبنائه مغصوب على السلام، وبعضنا يسلم من بعيد كأنما هو يسلم على أجنبي عنه. أحبابي، جددوا في لذة التبسم والسلام والمصافحة وتقبيل الرأس والتجديد، وانت تقبل الله يخلي لها الرأس، ها قبل يدها، هذه اليد يم اللي لن أجد يوما من الأيام لا يمكن أن أصل إلى برها، أعطتني ما لم يعطني أحدا. ما أجمل التلطف والتبسط وخفض جناح الذل. هنا أيها الأبناء نسجل موقفا جميلا في بر جميل وفيه من اللذة والإحسان، زادكم الله إحسانا وبرا. يا من يروم من الرحمن غفرانا ويرتجي من إله الكون إيمانا،
رمت جنة خلد طاب مسكنها عليك بالبر أشكالا وألوانا. أحسن إلى الأم بادر في حوائجها، الأم باب إلى الجنات ريانا. أطع أباك وصل خيرا قرابته، بذا تحقق قول الله إحسانا، بذا تحقق قول الله إحسانا.